allow users to change their name when joining a meeting. هل أبي أسمح لهم إنهم يقدرون يغيرون اسمهم؟ اللي يقدرون يغيرون اسمهم. Allow participants to rename themselves. هل أبي أقدر أسمح لهم إنهم يعيدون تسمية أنفسهم؟ إيه نعم. Hide participant profile picture in meeting. إيه نعم، أخفي الصورة الشخصية. هذه إعدادات اللي موجودة بالميتينج الأدفانس. ريبورت ميتينج، اي ابي الريبورت حق الميتينج كله. بريك اوت روم، هل ابي يكون في بريك اوت روم؟ لا ما ابيها. ريموت سبورت ما ابي. كلوزد، هذه الخواص كلهم ما راح نحتاجهم احنا، لان هذه حق المتطور او متقدم. ايميل نوتيفيكيشن، هل ابي يوصلني نوتيفيكيشن بالايميل لما احد ينضم للاجتماع؟ اي نعم. ولما الاجتماع يتكنسل؟ اي نعم. السيتنجز او الاعدادات اللي موجوده من خلال تطبيق زوم نفسه. الحين بنعرف شلون نحمل تطبيق زوم على كمبيوترنا الشخصي. لما نبي نحمل زوم من خلال الاب ستور، اذا كانت اجهزتكم ابل، راح نلاحظ ان زوم مو موجود بالاب ستور. خلينا نجرب مع بعض زوم، راح نلقى هذول البرامج اللي هم تابعة لزوم وفي دوم تطبيق زوم، لكن مو برنامج زوم الرسمي والاساسي. فاذا نبي نحمل زوم شلون طريقه؟ ندخل على موقعهم الرسمي مثل ما قلت zoom.us، بعدها resources من تبويب resources، نحط download zoom client، بعدها تطلع لنا هذه الصفحة، نضغط أول وحدة اللي هو zoom client for meetings. هذه مايكروسوفت، هذه يعني تطبيقات أخرى تابعة لبرنامج زوم أو تفيد زوم. هذا من هذا التبويب نضغط هنا download allow، يحمل هني معانا. مثل ما قلت تطبيق او برنامج زوم من افضل التطبيقات اللي موجودة، وان شاء الله اكون وفقت الشرحة. هذا زوم فتح معانا. كونتينيو انستول. الحين نزلنا تطبيق زوم، نكتب الباسورد. نحمل مع بعض. حمل معانا التطبيق بنجاح. هذا هو برنامج زوم، تحمل معانا بهالطريقة حق أجهزة ماك وحتى أجهزة ثانية. الحين نبي نسوي، نبي ننضم على طول للاجتماع ولا نبي نسوي ساين إن؟ أنا أبي أسوي ساين إن عشان يصير يعني حسابي موجود عندي. نكتب الإيميل أو مثل ما قلت الطريقة السهلة اللي من خلال جوجل. والحين بعد ما سوينا تسجيل دخول وحطينا الإيميل والباسورد، رح تاخذ معنا هذه الصفحة تطبيق الزوم، ودشينا على حسابنا من خلال التطبيق. نفتح مع بعض التطبيق ونشوفه. هذا هو تطبيق زوم. هنا إذا بنسوي ميتينج جديد أو إذا نبي ننضم إلى ميتينج جديد، إذا نبي ننضم حق ميتينج من خلال الآي دي اللي قلته لكم، هذا اسمنا. إذا بنغير الاسم من خلال الإعدادات اللي قلت لكم، إذا تبون مشتركينكم يغيرون الاسم إذا نسمح لهم أو لا. هني شلون ننضم إلى الاجتماع، هني ننشئ اجتماع. كذي الطريقة، أنشأنا اجتماع في البيرسونال في البيرسونال اي دي الميتينج وكله. مثل ما نشوف ما في مشتركين، لانه بس هذا هو هذا الاي دي اذا ابي احد يضيف منه. بس احنا الحين ما نبي نسوي ميتينج، هذا الاجتماعات المسجلة عندي. مثل ما قلت احنا سوينا مع بعض اجتماع قبل هالمرة، وهذا اللي مسوي مشاركة شاشة.
هذه هو الشات للزوم. انا ما عندي شات لان انا ما عندي ناس ضايفتهم بزوم. هذا الميتينجات اللي مفروض تكون عندي، هذا الميتينج اللي حددناه وسويناه مع بعضنا البعض، هذا الكونتاكت او جهات اتصالي، وانا ما عندي جهات اتصال بزوم. هذا التطبيقات اللي شرحت لكم، تطبيقات التابعة لزوم، اذا احنا منزلينها او محملينها هني راح نلقاها. نشوف الاعدادات مع بعض. هذا هني اذا نبي نتحكم بخلفية زوم نبيها اي لون، او نبي هذا على حسب جهازنا فاتح، او اذا نبيها او يعجبنا الدارك او اللايت. احنا خلينا نختار الدارك عشان نغير معاكم. وهني السكن تون او الايموجيات شنو نبي لونها، احنا راح نختار الذهبي عشان نتلافى العنصرية. هذه خيارات نبي نسمح الزوم انهم يدخل كاميرتنا، انا ما افضل. الصوت انا ما احب اتعبث او ان اغير بعدادة الصوت عشان لا يصير لا ينقلب يعني الموضوع ويصير مو زين. الاعدادات الحين جدا ممتازة، الاعدادات التلقائية. هذا بالنسبة لمشاركة الشاشة، هذا انه يكون السكرين فول سكرين مود، ولا نبي ماكسمايز انه يكون حيل مكبرة، ولا مينتين انه نفس الشاشة، لا فول سكرين مود احسن شيء. هذا الشير نبيها تكون ان كل تبويب بروحه، ولا كل التبويبات نسويها مشاركة، لا كل تبويب بروحه. لما انا اسوي شير سكرين بالميتنج ابي اسوي كل الشيرينج اوبشن، ولا ابي بس بالديسكتوب، لا ابي كلهم. هذه خيارات الشات او اعدادات الشات. مثل ما قلت للاسف تطبيق زوم ما يدعم اللغة العربية. ابي اظهر ريكورد بوتن، زر التسجيل، اي ابي اظهره. هذه مثل ما تشوفون اعدادات الشات مال زوم، هذا تطبيقات زوم، هذه الخلفيات. بس انا ما راح ابطل الكاميرا الحين. اذا عندنا جرين سكرين اللي هو الشاشة الخضراء، واذا ما عندنا، انا ما عندي. هذه الخلفيات اللي ممكن تكون موجودة، ممكن تشوفونها. بس اذا بطلتوا الكاميرا راح تطلع معاكم وتبين اكثر. وفي فلاتر مثل تفيد هذه البنات مثلا وانت تفتح كاميرا محاطة مكياج او مو معدلة شكلها، هذا راح يفيدها حيل ويكون يعني جدا ممتاز. واذا تبون تنزلون فلاتر زيادة هم ممكن. هذا التسجيلات اللي موجودة بزوم، هذا بروفايل مالي، هذا الصورة الشخصية اقدر نعدلها او غيرها، بس انا احتفظت بالصورة الرسمية. هذا اسمي، هذا الايميل مالي، هذا الادفانس فيتشر الخواص المتقدمة. هني اذا ابي اعدل ايميلي، اذا اعدل بروفايلي، واذا ابي اسوي ابجريد لحسابي البيسك الى برو، لكن انا ما يلزمني البرو. هذا الاحصائيات مالت زوم، هذه اذا ابي اسوي، هذه الاختصارات مالت الكيبورد مثلا كوماند جي لما اسوي جوينت ميتنج. بس هذه الاختصارات حق الماك بوك، يعني كل جهاز يكون على حسب شنو الموجود داخله. اذا تبون اختصارات تساعدكم، وهذه الاكسسبيليتي يعني المساعده، وهذا هو التطبيق وبرنامج زوم. السلام عليكم، معاكم زميلتكم سارة، رديت معاكم ان شاء الله بفيديو جديد. اليوم بشرح باقي الخطط المدفوعة لبرامج زوم التابعة لهم. ايضا مثل ما قلنا عندهم زوم اكثر من برامج وتطبيقات، اليوم بنشرح زوم فون والويبنار والرومز. خليكم معاي بالفيديو وتشوفوا شلون او شنو طريقة الخطط المدفوعة لزوم. والحين بعد ما شرحنا الخطط المدفوعة لبرنامج زوم ميتنج نفسه، نشوف الخطط اللي نقدر ندفعها او نشترك فيها حق باقي برامج زوم او التطبيقات التابعة له. ثاني خطة هي الخطة اللي مالت برنامج زوم فون، نشوف اللي موجودين. هذا في حق الـ US and Canada metered. بالكويت ما تدعم هذه هالباقتين ما يدعمون الكويت، لكن ممكن ينفعون حق الطلبة اللي يدرسون برا او اي احد مهتم اللي قاعد برا الكويت. $10 اللي تقريبا 3.5 دنانير. انزين هذه يدعم خط امريكي وكندي، رقم امريكي وكندي، وفي رسائل SMS وMMS محلية.
ثاني خطة مدفوعة اللي هي $15 بالشهر، هي تبع هم قلنا اليو اس والكندا، بس حق اليو اس والكندا، لأمريكا وكندا $15 بالشهر مثل ما قلنا، فيها نفس الباقة الأولى رقم أمريكي أو كندي، وهم فيها مكالمة رسائل اس ام اس وام ام اس محلية، وهم هذه اللي فرق فيها أو فيها الزيادة أن نقدر نضيف إلى 18 دولة. أما الخطة الثالثة اللي هي حق جلوبال عالمية، وهذه الدول اللي تدعمها مثل ما نشوف أمريكا، كندا، إنجلترا، أيرلندا، أستراليا، نيوزيلندا، النمسا، الدنمارك، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، البرتغال، إسبانيا، السويد، بلجيكا، هولندا، سويسرا، بورتوريكو، الأرجنتين، البرازيل، تشيلي، وكولومبيا، وكوستاريكا، الأكوادور، ومكسيك، وبنما، والبيرو، وبلغاريا، وكرواتيا، والتشيك، وإستوانيا، وفنلندا، وغريس اللي هي اليونان، وهنغاريا، وليثوانيا، ولوكسمبورغ، والنرويج، وبولندا، ورومانيا، وسلوفيكيا، وسلوفينيا، وسنغافورة، وجنوب أفريقيا، وتركيا، واليابان. هذه الدول اللي تدعمها هذه الباقة حق الناس المهتمين، هي $20 بالشهر، فيها دايركت رقم دايركت تقدر تكلمون منه أو تدقون منه، وفيها عدد لا محدود من الرسائل والمكالمات حق أكثر من 40 دولة ومنطقة، وفيها مقدمة يعني مزايا إضافية للتليفون، في من خلال الزوم تقدم لنا خدمة دفع شهرية أو سنوية، هذه الشهرية اللي شرحتها، والسنوية تصير $120 حق الأولى، والثانية 180، هذه buy as you go، وunlimited regional call $180 بالسنة، والبلو global select $220 بالسنة. نشوف حق الحين الخطط المدفوعة حق زوم ايفنت اند ويبينارز، مثل ما قال الوحيد المجاني اللي فيه خطة مجانية اللي هي زوم ميتينجز اللي شرحتها أنا بالبداية، وهذه هي البيسك. مثل ما قلت شرحنا الحين الفون، طلعنا شنو الباقات اللي يوفرونها، الحين نشوف الزوم ايفنت والويبينارز شنو الباقات اللي يوفرونها فيه. للخطة الشهرية عندهم $79 حق ويبينار ندوة الى 500 شخص يحضرها، فيها عدد لا محدود من الندوات والجلسات حق الى 30 ساعة. وفيها لستة حق الحضور، وهم فيها مميزات جدا كثيرة حق الناس المهتمين يسوون ندوات مثل الكلاود ريكوردينج، يسوون تسجيل، هذه فيها هم مثلا تفاصيل عن الحضور وشنو تفاعلاتهم مع بعض، وفيها لايف ستريمينج المباشر. أما الثاني خطة اللي هي $99 بالشهر، فيها all and all event management situation، انهم يقدرون ينظمون الوضع كامل، انه يقدر المضيف يقدر يسوي اكثر من جلسة بنفس الوقت ويتابع بنفس الوقت كذا جلسة، وفيها يعني تسجيل مخصوص او مخصص بس لكم، وهم فيها لوبي، توفر لوبي. الحين نشوف الزوم رومز، هذه زوم روم عندهم تجربة مجانية 30 يوم مجانية أو تقريبا $50. شنو هو الزوم روم؟ بضغطة واحدة تقدرون تنضمون إلى غرفة روم، وبضغطة زر هم فيها وايرلس، شبكة وايرلس، فيها مالتي شير يعني مشاركة أكثر من مشاركة، وجودة الفيديو فيها 720 HD الفيديو والصوت،
وتدعم إلى 1000 فيديو مشارك أو 10,000 ندوة متابعين لها.